مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. وبطبيعه الحال موضوعنا الان اللي غنتكلموا عليه هو الغلاء ديال الدواجن، اللي البارح سمعنا يعني الثمن ديالهم اللي وصل لواحد يعني الثمن خيالي للقدره الشرائيه ديال المستهلك اصلا منخفضه. يعني كاين اللي مسكين ما يقدرش يشري الدجاج، لان ملي كتسمع فايت 20 درهم للكيلو فراه صعيب، لانه الفروج القليل راه فيه 2 كيلو، يعني الفروج القليل تاخذوا 1000 ريال، و1000 ريال راه كاين الناس اللي كتعيش بها نهار، كتفطر بها وتغدى بها وتعشى بها. غادي معايا كذا شاب اللي غادي يتكلم على هذا المشكل هذا، لانه هو مغربي وحنا مغاربه وكاملين مضرورين، يعني كاملين راه ملي غادي تمشي كنتي كتشري 2 دجاجات راه غادي تشري دجاجه واحده، ولكن كيشري واحده راه محال مسكين يقدر يشريها. تفضل اخويا. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نحن كمغاربه خصوصا في المناسبه ديال شهر رمضان الابرك، الله يدخلوا بالصحه والسلامه ان شاء الله على الامه الاسلاميه وعلى جلاله الملك وعلى كل الشعب المغربي. فعلا حنا كنصدموا بهذا الخبر هذا يعني ديال الاسعار خصوصا في الدواجن اللي كيستهلكوا المواطن المغربي، وهاد المسائل هذه بان لي بزاف المواد الغذائيه راه خاصكم تراعيو الناس اللي مساكن الاماكن اللي ما كيصورش 50 درهم في النهار، خاصكم تراعيو لهاد المسائل هذه، والناس اللي كيزيدوا في الاسعار راه خاصهم يتقوا الله في نفوسهم. كاين الشناقه. الشناقه فعلا كاين الوسيط، الوسيط هو اللي كتزاد فيها واحد الطريفه اللي هي غير لائقه. خاص المراقبه، وكنتمنى ان شاء الله تكون مراقبه في هذا الشيء باش يدوز رمضان ان شاء الله مزيان وكل شيء يولي ان شاء الله مزيان ان شاء الله. غنسولك شحال هذه كانت 100 درهم تقريبا تعمر لك الثلاجه، دابا 100 درهم وحال دوز لك نهار. لا دابا 100 درهم مابقاش تعمر لك صراحه الله، وليت كتشوف الكفه كتحشم صراحه الله. الله يرحم لهم العدو، ولكن خاص الناس خصوصا الحكومه خاصها تاخذ بعين الاعتبار في هذه المسائل هذه، تاخذ الاعتبار وتراقب، دير واحد اللجنه وتراقب هذا الشيء، وتاخذ اللي دار شي حاجه، لانه هذا كيتسمى فساد. لانه فساد كل اللي مسكين الله يحسن، وانا كنعرف ناس مساكن راه كيفطروا بالخبز واتين، انا كنعرفهم خصيصا. وكاين اللي كيتعشى شي مثلا فطور الفطار، ولكن كاين اللي كيتعشى بالخبز واتين. كيتعشى بالخبز واتين راه حشومه، راه عيب. انا كمواطن مغربي يعني ملي كتجي تسول كتلقى الفلاح خارجه من عنده مثلا الحاجه براس ماله بدرهم، ولكن كتوصل للمواطن بخمسه دراهم، يعني هذاك اللي كيشري من عند الفلاح ولا كيبيعها وهذاك كيبيع الجمال. الشناقه هذوك هما اللي كيزيدوا في الاثمنه في الاسعار، هذوك هما اللي خاصهم يتراقبوا، هما اللي خاصهم يتحاسبوا على الفلوس فين كتمشي اولا. ثاني هذاك الفلاح كنبيع انا بدرهم، الاخر كيشدها كيزيد فيها 10 دريال، كيشدها الاخر كيزيد فيها ثاني درهم، وهي 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 غاديه. انت كتوصل لينا حنايا واش عباد الله ناخذوا الدجاج حتى الطير بشحال كيوصل؟ الطير فيه 2 كيلو شحال غناخذ؟ غيطلع لي 160 درهم. راه بزاف. كل مسكين ياكل بها نهار هذيك 50 درهم. 50 درهم كل ياكل فيها نهار، راه كتسفل لي مثلا الناس راه كتفيها البركه، دابا راه مابقاش فيها البركه. فعلا الرساله ديالك شنو بغيت تقول للمسؤولين؟ الرساله ديالي هو كنهضر مع الناس هادو ومع المسؤولين، يراقبوا هذا الشيء بان راه مسؤوليه امام الله. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المسألة هذه وشكرا بزاف. شكرا لك، تبارك الله عليك. كما تبعتم مشاهدينا، هذا الشاب اللي تكلم على هذا المشكل اللي هو الغلاء، فالله يصوب الجميع المواطنين.